من غزة إلى الأراضي المقدسة عبر القاهرة. فقد أعرب السفير الفلسطيني ديا بلوح عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بالتيسير على الحجاج الفلسطينيين وتذليل العقبات أمامهم من معبر رفح حتى وصولهم مطار القاهرة. فيما أكد رئيس بعثة الحج الفلسطينية الدكتور فريد عبد الرحمن أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية اتسمت بالسلاسة. كان الرئيس السيسي قد وجه بفتح معبر رفح من السبت إلى الثلاثاء لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 3000 حاج من رفح إلى مطار القاهرة، وذلك للسفر إلى المملكة العربية السعودية. نقدم خالص الشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة على جهودها في هذا العام وكما كل عام في التسهيلات التي قدمتها لنا في البعثة الفلسطينية في هذا الموسم، موسم 1439-2018 ميلادي. الوزارة كما هو معروف في كل عام تقوم بتجهيز الحجيج من خلال جمهورية مصر العربية في السفارة السعودية الموجودة في القاهرة، وتجد كل تسهيلات بكل تأكيد من خلال التنسيق مع السفارة الفلسطينية أيضا وبرعاية الوزير يوسف إدعيس في وزارة الأوقاف الفلسطينية.